السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي. اليوم قررت نخرج بالصمت ديالي وندير لكم فيديو باش تعرفوا الحقيقة ديال داك الفيديو اللي تسرب وبزاف ديال الناس شافوه وحكموا عليا بلا ما يعرفوا الحقيقة ديال داك الفيديو. انا اليوم خرجت بالصمت ديالي وبغيت نقول لكم الحقيقة ديال داك الفيديو. بزاف ديال الناس وبزاف ديال البنات دابا ولا متأكدة كيشوفوني وقع لهم بحالي، ولكن الفيديو ديالهم ما تسربش، وانا يا بالضبط تسرب الفيديو ديالي ما عرفتش علاش، ولكن السلطات قائمه بالواجب وراها كتبحث على شكون بارطاجا هذا الفيديو. واللي بغيت ناكد عليه اخوتي، اي واحد بارطاجا الفيديو راه غادي تحل على القضاء. ديجا راني دايره دعوه قضائيه، اي واحد كيبارطاجي ولا بارطاجا هذا الفيديو غادي يتعاقب، وما على الرسول الا البلاغ. خوتي خواتاتي، هذا الفيديو هذا السيد كنا كنمشيو نديرو عند الرقيه بحالنا بحال كاع الناس، كيدعي انه كيدير الرقيه الشرعيه، وكيجيو عنده بزاف ديال الناس شخصيات تبارك الله كيجيو عنده على اساس باش انه غادي يدير لهم الرقيه الشرعيه. وكنمشيو نديرو عند الرقيه، يعطيك الماء تشربيه ما تعرفيش شنو راكي ديري اختي، ما تحسيش مع راسك شنو كديري، يعطيك الماء على اساس انها رقيه غادي تشربيها، من بعد غادي يقرا عليك ويدير لك يديه هكا ويبقى يقرا عليه، وانتي ما غاديش تعرفي من بعد شنو راكي ديري. ديري داكشي اللي كيطلب منك وما تقدريش تقولي لا، وانتي ما حاساش مع راسك شنو راكي ديري، وتفيقي عادي بحال ما كاين والو. ماشي غير انا اللي صرا لي هادشي، نساء متزوجات اخوتي عندهم لي فيديو، وتاكدوا بلي بزاف ديال لي فيديو، عشرات ديال لي فيديو ديال البنات والنساء المتزوجات كاينين ودار لهم فيديو. بغيتكم عافاكم، كلشي بغيتكم تساندوني، لانني انا النفسيه ديالي تحطمات بعد هاد الفيديو. انا ضحيه، انا اخوتي ما كنتش نعقل على راسي شنو راني ندير، ما كنتش نعرف انا شنو راني ندير من بعد فاش نشرب هذاك الشيء. اي واحد، انت اختي اللي كتحكمي عليا ولا انت اللي كتحكمي عليا اختي؟ انت اخويا عندك اختك غدا من بعد ويوقع لها اكثر من هذا الشيء، ولا عندك بنتك؟ انت اختي راه غدا من بعد وما عرفتي شنو غيصرى لك. اللي ما خرج بالدنيا راه ما خرجش بعقيبها، ما تنساوش. علاش كتبغيو تشوهوا باعراض الناس وانتم ما عارفينش الحقيقه كي دايره؟ كل واحد شنو خرج عليا، كل واحد السيناريو اللي جبد من راسو وحطو خرجوا عليا. اخوتي انا ضحيه، كاين اللي كيقول لك هذاك الشيء بخاطري، كون كان بخاطر اختي ولا خويا كراني دابا مرميه في الحبس بتهمه الفساد. ماشي بخاطر اختي داك الشيء، واصلا هو راه معترف لهم، كيقول لهم بانني معترف للقضاء، كيقول لهم بانني كنت كندير لهم كنشربهم شي حاجه باش ما يبقاوش عاقلين، باش يبقاو داكشي اللي كنقولهم هو اللي يديروه بلا ما يعارضوني بلا والو. كاع هادشي معترف به حدا القضاء. بغيتكم عافاكم، كلشي تساندوني لانني محتاجه المسانده ديالكم كاملين، وبغيت نشكر اي واحد ساندني، اي واحد راه مساندني. وبغيت نقول هادوك الناس اللي كيبارطاجيو لا فيديو ديالي، ديجا راني رافعه دعوى قضائيه، والبوليس كيبحث في اي واحد كيبارطاجي لا فيديو، راه كيبحث، وما تلوموا غير راسكم، وما على الرسول الا البلاغ. هذه هي الدنيا اخوتي، ما عرفتوش انتم من غدا من بعد شنو غيصرى لكم. ما حد انكم عايشين في الدنيا ما عارفين شنو من غدا غادي يصرى لكم. ما تبقاوش تهضروا في اعراض الناس وانتم ما عارفينش الحقيقه اخوتي، انتم ما عارفينش الحقيقه ديال هذاك الشيء. كاين اللي قال بيناتنا زعما انا ويا شي علاقه، اخوتي ما بيني وبين هذاك السيد والو. هذا كنا كنمشيو على اساس غادي نديرو عنده الرقيه، هذا الشيء اللي كاين انا والبنات بزاف. واللي قال بان الوالده ديالي توفات، بزاف ديال الناس قالوا بان الوالده ديالي توفات، وقالوا بانني انا انتحرت، وكاين اللي قال بانني هربت من دارنا.
الوليدة ديالي اخوتي راه مازال على قيد الحياة الحمد لله، وانا مازال عايشة، وانا في وسط دارنا الحمد لله. والدتي مسانديني وعائلتي كاملة مسانديني، ولكن ما عارفينش النفسية ديالنا كيفاش دايرة، ما عارفينش اخويا الحجم ديال المعاناة اللي رانا كنعانيو بسبب هاد الهضرة اللي راها تروج. الله يخليكم الله يخليكم، بغيت اي واحد يحبس البارتاج، ما يبقاش يبارتاجي داك الشي اخوتي. بغيتكم كاملين تساندوني، بغيت الجهات المسؤولة تساندني، بغيتكم كاملين تساندوني باش يبان الحق، وانا راني متابعه قضائيا حتى يبان الحق ديالي. والحمد لله السلطات دايره الواجب ديالها وكتر من الواجب ديالها، جزاهم الله خيرا. وانا اي حاجه جديده اخوتي غادي نعلمكم بها، بغيتكم عفاكم تساندوني الله يخليكم، بغيت الحق ديالي يبان. انتي حسبيني اختي، راه اختك انتي حسبي راسك الضم بعدو يوقع لك هادشي، انت اخويا حسبني في بلاصه اختك، ولا انت سيدي حسبني في بلاصه بنتك. نتمنى هاد الميساج ديالي يوصل للعالم كامل، نتمنى كلشي يبارطاجي هاد لا فيديو، كلشي يشوف هاد لا فيديو، وشكرا بزاف. اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.